وفاة الفنان المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض منذ قليل وسط حزن كبير من أسرته والنجوم. رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان المصري الكوميدي الكبير المنتصر بالله عن عمر يناهز 70 عاما بإحدى المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض. ونشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صورة المنتصر بالله عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلا: وداعا الفنان الكبير المنتصر بالله. وأكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح له خبر الوفاة، وكشف أن الفنان الكبير رحل بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد إقامة الجنازة والعزاء. ويذكر أن المنتصر بالله من مواليد 1950، اسمه المنتصر بالله رياض عبد السيد، حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه في معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة. تزوج الفنان المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة. وللفنان الراحل عدد من الأعمال الهامة، منها ضد الحكومة، شارع محمد علي، الشيطان التي أحبتني، أرابيسك، وغيرها الكثير من الأعمال. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله.